قولنا في البداية إزاي كان لمبادرة حياة كريمة يعني أثر كبير في تغيير حياة المواطنين؟ يعني لو سمحتي لي بس قبل الحديث في المبادرات، أنا أريد يعني أن أهنئ شعب المغرب الشقيق بالفوز الهائل الإعجازي للمنتخب المغربي في كأس العالم. الحقيقة ما لفت نظري، وأنا لست كرويا ولا أشاهد مباريات الكرة ولا رياضيا بعامة، وأكتر حاجة بعملها منتمي لجنس الرياضة إن أنا أمشي شوية إجبارا أحيانا، لكن الحقيقة هذه الروح الهائلة ذات الطابع القومي اللي خلقها تقدم المنتخب المغربي هذه الأشواط غير المسبوقة لا عربيا ولا أفريقيا، وعربيا بالذات خاصة المنتخب المغربي والجمهور المغربي والجمهور العربي المساند للمنتخب المغربي، أضفى روحا قومية بمعنى أنه أثبت أن شعوب هذه المنطقة هي أمة واحدة من المحيط إلى الخليج، وهذا ما كان يسعى إلى طمسه كثيرون. اثنين، أنه توجوا فوزهم الكروي بإبراز سياسي لأعلى مدى لقضية الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني. بالنسبة لحديث المبادرات، طبعا يعني حياة كريمة معروف أنه هناك ظروف صعبة قد يعني يكون لها دور في بعض التمهل، حتى لا نقول التأجيل، اللي في تنفيذ البرنامج، لأن عدد القرى هائل جدا، فوق 470 قرية، ومع التوابع بنصل ل 30,000، لكن العمل مستمر فيها. هي بتحقق ما تسميه الحكومة جودة الحياة أو جودة البيئة المحيطة بالمواطنين، إنما رفع مستوى المعيشة هذا شيء آخر تماما. يعني بمعنى أنه بتنفض الغبار الذي تراكم على وجه الريف المصري اللي فيه 60 مليون مواطن تقريبا لعقود. ويمكن حتى زيارة رئيس الوزراء اليوم للسويس حين تعرض لبعض الأشياء، خاصة كلامه عن توجيهات الرئيس بتطوير عشرات المناطق السكنية، أشار لأنه من بعد حرب 73 إلى الآن لم يجري يعني لا تجديد ولا تطوير ولا حد اقترب. فالمهمة ضخمة جدا، مشروع كبير، مشروع بتزيد تكاليفه على حد قول الرئيس، تكاليف المقدرة من 700 مليار جنيه وصلت إلى 1,000 مليار جنيه، يعني تريليون جنيه، ومعروف السبب طبعا مما جرى لسعر الصرف وغيره. فهي بتحقق يعني تغيير في البيئة، إنما طبعا استخدام شعار حياة كريمة، أكيد حياة كريمة تتضمن معاني أخرى كثيرة جدا غير العمل الجاري في المشروع الذي أفضل تسميته بتجديد الريف المصري. هل نستطيع أن يعني نصف هذه المبادرة بأن هي مبادرة شاملة يا أستاذ عبد الحليم؟ هي شاملة من حيث محتواها، يعني المحتوى المتعلق بالطرق وبالخدمات الأساسية، سواء الوحدات الصحية أو المدارس أو إلى آخره. يعني فكرة أنه الريف المنسي لعشرات السنين الفائتة بيرد إليه الاعتبار أنه جزء من البلد وجزء الأهم من البلد، لأنه كان هناك وهم ساد لفترات أنه الريف لم يعد فيه أحد، وأنه الفلاحين سابوا الأرض والأرض انتهت وكذا. وطبعا الريف لم يعد سكنا للفلاحين على وجه الحصر، الريف سكن لكل الطبقات والفئات، خاصة مع وجود هجرة معاكسة من بعض المدن الصغيرة إلى الريف بسبب المصاعب الاقتصادية العامة وأسعار السكن وأسعار الإيجار وإلى آخره. لكن طبعا هناك فروق ما بين بعض مناطق الريف، يعني نسبة الفقر في مصر مثلا، رغم أن الريف عنده أكثر من نصف السكان، تشير التقديرات شبه الرسمية أنه إلى أن نحو ثلثي اللي تحت خط الفقر في مصر من الريف، والنسبة دي بتزيد في ريف الصعيد. في جانب السكن أو كذا، المعادلة مقلوبة، الصعيد الذي ظهير صحراوي مناسب يمكن لعمليات الدولة المتصلة بالعمران والإضافة أن تتم بسهولة وسلاسة، مقابل ذلك طبعا محافظات الدلتا خاصة قلب الدلتا التي تبدو مختنقة تحتاج إلى معالجات أخرى إن شئنا أن نوقف نزيف
الأرض الزراعية وتقلصها وانكماشها الذي جرى أحيانا لدواعي اضطرار وأحيانا لتهاون الدولة وتغير مواقفها خلال عشرات السنين اللي فاتت من الموضوع. طيب كيف أثرت مبادرة حياة كريمة في تغيير الوعي الجمعي عند المصريين يعني خلال السنوات الماضية منذ إطلاقها؟ الوعي الجمعي للمصريين لكي نكون على قدر من الدقة يحتاج في تغييره لأشياء كثيرة جدا، بينها أكيد نشاط المعنون بحياة كريمة، لكن طبعا يحتاج إلى أشياء كثيرة جدا، يعني يحتاج إلى رفع مستوى المعيشة مش فقط رفع جودة الحياة. وهذا طبعا موضوع يطول فيه الشرح في جوانب الاقتصادية والاجتماعية في البلد. اثنين، يحتاج أيضا إلى رفع مستوى الوعي، وعي العصر ووعي التراث أو ما نطلق عليه تجديد الخطاب الديني. ففكرة إنشاء وعي جمعي هو لا يصدر به قرار، يحتاج أيضا إلى وعي متعلق بالزيادة السكانية، لأنه بحسب المعادلات المطروحة حاصل ترادف عكسي، كلما زاد الفقر كلما زادت معدلات الإنجاب. طبعا الوسائل الصحية والإقناع الديني وآخره، مع كامل احترامي لهذا الكلام وهذا كله مطلوب، لكن المطلوب أساسا اللي هو يعني إدماج أكبر قدر من المصريين في سوق عمل حقيقي إنتاجي يزودنا بقيمة مضافة تنهض بمصر من عثرتها التاريخية. طيب أثر توسيع مجالات عمل المبادرة، مبادرة حياة كريمة، أو عدم اقتصارها فقط على البنية التحتية إيه، وخصوصا أن هي توسعت في مجالات كثيرة منها حتى الثقافية والتعليمية أستاذ عبد الحليم؟ لا طبعا، هو التعليمية احنا عندنا نقص هائل في المدارس كما هو معروف، وعندنا أيضا نقص هائل في المستشفيات، هذه حقائق يذكرها الرئيس نفسه في خطاباته يعني، ويقول أنها تحتاج إلى مبالغ ضخمة جدا خالي. لكن الذي يحدث أنه مع تجديد كل قرية بيتم بعض القرى كما رأينا بالصورة بيتم إنشاء مدارس ابتدائية ومدارس إعدادية من جديد، بيتم إحياء الوحدات الصحية، لأن أنا يعني حتى في أوائل الثمانينات من القرن العشرين حين تخرجت من كلية الطب وعملت في عام الريف قبل أن أترك الأمر كله إلى الصحافة، لاحظت أن الوحدات الصحية موجودة ورغم قرب العهد بإنشائها في الستينات جرى إهمالها. ففي سكن الطبيب، في تلاجة موجودة وكل حاجة بس شبح تلاجة، في دور يعني الانهيار نقص. قس على ذلك بقى ما جرى بعدها من إهمال جعل هذه المرافق الأساسية في حياة أي ناس وفي حياة الريف تتدهور. بيتم تجديد الوحدات الصحية، المدارس، بيتم إنشاء مراكز خدمة إلكترونية، بيتم تجديد مكاتب بريد، بيتم إصلاح شبكات الكهرباء، بيتم المد بشبكات غاز طبيعي في إطار مشروع طموح تقدم في السنوات الأخيرة مع اكتشافات الغاز لاستبدال أنبوبة البوتاجاز بالتزويد بالغاز الطبيعي. فكرة ترقية نوع الحياة، هذا قائم. بس كما قلت طبعا مفهوم أو تعبير حياة كريمة معنى أوسع من ذلك بكثير. طيب